كابتن كريم، انتوا اكيد لمستوا ده مع الصفقات يعني. طبعا انتوا السبع صفقات السنه دي في الفريق، واكيد انتوا كجهاز فني اخترتوهم. كلمني عن السبع صفقات والكواليس بتاعتك. كابتن علي طبعا شاف ايه المناسب للفرقه بتاعتنا، ويعني والسبع فعلا اختياراتهم كابتن علي اختارهم في كل واحد في البوزيشن بتاعه من احسن العناصر الموجوده في مصر. وكابتن علي تعب جدا في التعاقدات، هو وكابتن رؤوف عبد القادر والمجلس كله طبعا، عشان يعرف ندعم الفرقه دي كويس جدا. ان الفرقه دي يعني السنه اللي فاتت احنا واخدين الدوري، فبالصفقات دي ان شاء الله البطولتين اللي جايين مع بطوله الدوري المرتبط يكونوا موجودين في النادي باذن الله. وانت لسه زي بتقول يعني ان محتاجين انسجام اكتر، ولكن ظروف الكورونا كابتن هيثم هو الموضوع كله زي ما قلت لحضرتك، الانسجام مش جوه الملعب بس، الانسجام كمان بيبقى بره اكتر. احنا ما كنا لعيبه، واحنا لعيبه قبل ما نكون مدربين كان في بيبقى معسكرات في ماتشات وديه في اسكندريه، بنسافر اي بلد بننام فيها معسكر. احنا محرومين من الكورونا، حرمانا من كل ده. فالبنات مطلوب منها ان يبقى انسجام جوه الملعب، فده بيبقى عايز تركيز عالي جدا، بيبقى عايز تركيز اكتر، فبتبقى متعبه. مش حاجه كويسه جدا ان احنا جوه الملعب بس الانسجام يبقى جوه الملعب، في حاجات تانية بتبقى بره اهم من جوه. صحيح يا كابتن. كنا لسه بنتكلم في الفصل عن كايلا ونادين، ان هم بيتصرفوا باحترافيه. طبعا انت عندك كايلا ونادين ومعظم البنات بيتصرفوا وسرايا الحقيقه انا بشوفها برضو. سرايا بصراحه نفس الكلام، يعني فكره احترافيه، بس انا كايلا بالنسبه لي محترفه بروفيشنال، بتعرف. كنت لسه بتقولي لو حتى هزر معاها قبل الماتش. لا ما عندهاش هزار، يعني انت قبل الجيمات بثلاث اربع ايام تلاقيها ما بتهزرش مع حد في الفرقه، مركزه في الجيم. انا عندي ماتشات، انا لما كابتن علي يقول لي مثلا كابتن كريم عايز حضرتك انزل امرنها الصبح مثلا معاد الساعه 10، ما ينفعش اجي 10 ودقيقه، 10 دقيقه تتضايق تلاقيها هي متضايقه. فهي الحاجات دي كلها عوامل كويسه جدا. يعني عوامل بتتنقل بقى اللعبات بالظبط كده. واحنا كمان معانا لعيبه صغيرين في السن، فبيتعلموا من سوريا ومن نادين وكايلا ومية حلوه. احنا فرقتنا فيها عناصر هتزود الناشئين كتير جدا. صحيح يا كابتن، صحيح. يعني خبرتهم وفرصه دي فرصه، يعني الفرقه دي اي لاعب ناشئ هيطلع يتمرن معاهم هتبقى بالنسبه له مكسب كبير جدا.